الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على هذا الكتاب الماتع الجليل، كتاب الصارم المسلول أو مختصر الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أصل الكتاب والمختصر للفقيه البعلي. تكلمنا الأسبوع الماضي على حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الحكم وعن الحد، وقلنا الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم له حالتان: الحال الأولى أن يكون ذميا أو معاهدا، اللي شرحناها الأسبوع الماضي، هو كافر، إما أن يكون مستأمن أو مستأمن أو ذميا أو معاهدا، وبينا الأدلة على حده، لأنه هو كافر كافر، هو أصلا كافر، فحده، وهل ينتقد عهده أو تنتقد الذمة أو ينتقد الأمان الذي أخذه بعد دخوله البلاد الإسلامية بسب الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بينا الأسبوع الماضي هذا الكلام، وبينا أنه هناك خلاف بين العلماء، وأتينا بالأدلة على الراجح، أو قلنا الراجح والدليل. الحال الثاني حال المسلم، مسلم إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فحكمه الكفر، ارتد عن دين الله بذلك، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع من يعتد بإجماعه. وقلنا خالف بذلك فقط المرجئة، والمرجئة قالوا لابد أن ننظر في استحلال قلبه، إن استحل بقلبه يكفر، وإلا لا يكفر، وتكون كبيرة من الكبائر، وهذا قول المرجئة، نعوذ بالله من الخذلان. أما إجماع الصحابة وإجماع أهل السنة والجماعة على أن الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من الملة ويكفر بذلك، وأيضا حده القتل، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الصحابة، بل ومن النظر. واليوم إن شاء الله سنتناول الكلام على الأدلة من الكتاب ومن السنة على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك من الملة ويصير مرتدا. أولا، من كلام الله جل في علاه سنقسم أصناف الأدلة لصريح ومستنبط. أما الصريح فقول الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فقال بعد ذلك في الآيات، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا صريح، لأن الله جل وعلا قال لهم أنهم كفروا بعدما أمنوا، بعدما أقر أنهم على إيمان، فكفروا وخرجوا من الملة بذلك. ولذلك قالوا: يا رسول الله، والله ما كنا إلا في حديث الركب نتكلم بحديث الركب، ما قصدوا الاستهزاء ولا قصدوا السب ولا الأذى. ومع ذلك قال شيخ الإسلام، وهنا من هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء هازلا أو جادا أو قاصدا فإنه يكفر بذلك. ولذلك قالوا: ما قصدنا الإذاء، ما قصدنا الاستهزاء. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الكفر الذي وقعوا فيه هو حكمهم أنهم ارتدوا عن دين الله جل في علاه، والحد في ذلك هو القتل، حد الردة، وأغلظ ما وقعوا فيه في الردة هو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من بدل دينه فاقتلوه، ومن سب رسول الله فقد بدل دينه، بقول الله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن بدل دينه حكمه القتل، قال: من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر من الثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة،
والذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك دينه بنص كلام الله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا هو مفارق للجماعة لأنه ليس من أهل الإسلام، فهذا حكمه الكفر. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه الكفر بنص الآية، وحده القتل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من الأدلة صنف مستنبط، لأن ليس فيه دلالة صريحة لكن الدلالة فيها بالمفهوم. منها قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثم قال معللا لما لا يرفع أصواتهم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تحبط أعمالكم. وحبوط العمل، وجه الدلالة من الآية، وحبوط العمل يدل على الكفر، لأنه لا يحبط عمله إلا من كفر بالله جل في علاه. والدلالة على ذلك من كتاب الله قوله: الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل حبوط العمل وجه الدلالة، حبوط العمل لما؟ لأنهم رفعوا فقط أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فحبوط العمل يدل على الكفر، والدلالة على ذلك من كتاب الله آيات وليست آية واحدة. الآن نحن نريد أن نوضح جليا بأن الذي يرفع صوته عليه السلام يكفر، ثم نقول من باب القياس الجلي فما بال الثاب والذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مبينا حبوط العمل: أن تحبط أعمالكم، يعني لئلا تحبط أعمالكم. كأن الآية تفسر بأن الذي يرفع صوته على النبي يحبط عمله، ولذلك قالت في الآثار: كاد الخيران أن يهلك. على من؟ على أبي بكر وعمر. قال: ولي الأقرأ بن حابس، والثاني يقول: ولي فلان. وعلت الأصوات أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وحبوط العمل يدل على الكفر، لا يمكن أن يحبط عمل الإنسان بحال من الأحوال إلا بالكفر. ولذلك قلنا الرياء إذا رأى المرء في عمل معين يحبط هذا العمل فقط، لكن الأعمال كلها لا يمكن أن تحبط إلا بالكفر. والدليل على ذلك من كتاب الله، نعم، قال الله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى إذن الشرك كان ينبئ لنا بحبوط العمل في آية أخرى تثبت أن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر. ومن يرتد منكم، لا مش كده، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في سورة البقرة. نعم، حبطت أعمالهم، فدل ذلك أن بالردة يحبط العمل. في آية أخرى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، أحسنت، وهذه آية صريحة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط. إذن الدلالة أن حبوط العمل يستلزم الكفر، لأن العمل لا يمكن أن ينهار ويلغى جميعا إلا بالكفر. هذه الآيات الكريمات: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا في الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من سوء الأدب أو طرف من سوء الأدب. فهذا العمل الذي ليس بظاهر على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بظاهر بسب النبي صلى الله عليه وسلم، بسببه فإن الله جل في علاه حذر الصحابة أن تحبط عملهم بهذا العمل. فمن باب أولى إن كان رفع الصوت يحبط العمل، فمن باب أولى سب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون سببا للردة وحبوط العمل. هذا اسمه قياس جلي. يبقى إذن وجه الدلالة من الآية حبوط العمل بسبب رفع الصوت، فمن باب أولى سب النبي وإذاء النبي يكون سببا لحبوط العمل. فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في لحظاتها فهذا الذي كتب الله عليه الخلود في نار جهنم وقد حبطت أعماله كلها. هذه أيضا صفة من أصناف الآيات التي تدل على كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الآيات قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما من أحد إلا هو يخالف أمر الله ويخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعصية، لكن لما كان مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي بالإصرار عليها إلى الفتنة، والفتنة قد فسرها فحل السنة، وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال: أما تدرون الفتنة؟ الفتنة الكفر، أو قال الفتنة الشرك. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر، بالمخالفة والإصرار على المخالفة أن تصيبهم فتنة، تصيبهم فتنة، والفتنة كما قال أحمد
الشرك، هذه بمخالفة الأمر والإصرار عليه، فكيف بإيش؟ بالسب والإذاء، هذا أيضا نوع من أنواع القياس الجلي. فمن باب أولى، إن كان الفتنة ستصيب من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصر وكرر المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العلم بأن هذا هو أمر الرسول، فإن الله جل وعلا حذر من الفتنة، يعني من الشرك، يقع في الشرك من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في عرضه أن يقع في هذه الفتنة وهي الشرك ويصير مشركا بذلك. أيضا من أصناف الآيات قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحن نتكلم عن من الآن؟ عن من؟ عن المسلم. كل هذه الآيات في دلالة المسلم، والآيات التي سبقت كانت في آيات المعاهد أو الذمي، أن هذا قد أسلم ودخل الإسلام وفي دائرة الإسلام، له ما لنا وعليه ما علينا. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاشترط الله جل في علاه للإيمان في القلب وعدم انتفائه أولا أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنافق كما بيّن الله جل في علاه في سورة النور، المنافق إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض ولم يسلم لله ولرسوله. فيبين الله جل في علاه ثبوت الإيمان في القلب أن يتحاكم في المتنازع فيه لله وللرسول أو للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما يتحاكم لا يجد في صدره حرج، بحال من الأحوال لا يجد حرجا في صدره، ثم يسلم تسليما. فإذا انتفى واحد من الثلاثة فلا إيمان في القلب، إن لم يتحاكم فلا إيمان في القلب، إن تحاكم ولم يرضى ولم يسلم أو لم يجد في صدر الحرج فلا إيمان في القلب، فإن لم يسلم ويرضى فلا إيمان في القلب. ولذلك في هذه الآيات الكريمات قال بعضهم أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من المنافقين، كان بينه وبين يهودي مخاصمة، فقال اليهودي: نذهب لرسول الله يحكم بيننا صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فلم يرضى المنافق ورضي اليهودي، فقال المنافق: والله لا أرضى حتى نذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فحكم بما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى المنافق حتى ذهب إلى عمر، فقص عليه القصة أنه تحاكم إلى رسول الله وتحاكم إلى أبي بكر ولم يرضى هذا المنافق، فقال: أترضي بحكمي؟ فقال: نعم. فدخل عمر بن الخطاب. هذا الحديث فيه ابن لهيعة، يعني فيه ضعف في الإسناد لكن يستأنس به وهو شاهد للآية، الآية تشهد له. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فأخذ السيف فاستله فضرب عنق المنافق. وهذا الحديث وجه الدلالة منه على أن من لم يرضى بحكم رسول الله يكفر. وجه الدلالة إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، ده إن صح الدليل، فإن سلم لم ينكر عليه. فهذه الآية مبينة لنا تبينا واضحا على أن من سب رسول الله أو آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك وحده القتل. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ يعز علي هذا وجه الدلالة من الآية على أن من سب رسول الله فقد كفر. الآية قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية دلالة واضحة جدا على أن من سب رسول الله فقد كفر. أحسنت، هذا من باب القياس الجلي. نفى الله الإيمان عن من لم يتحاكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفى عنه الإيمان إذا تحاكم ولم يرضى، ونفى عنه الإيمان إن لم يسلم. فما بالكم بمن سب؟ فهو ليس بمتحاكم وليس براضي وليس بمسلم، بل هو متسخط متكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآيات التي تدل على كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. في آخر الآيات قال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله بأن له نار جهنم. فهذه الآيات تدل على أن الإيذاء محادة لله ولرسوله، والمحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بين. والدليل على ذلك أقول قول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي، وسنبين الإيذاء في آيات أخرى. يؤذون النبي قال الله تعالى مبينا أن إيذاء النبي والإيذاء الذي يصل للنبي محادة لله ولرسوله، ونحن بصدد الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. فالمحادة لرسول الله من الإيذاء فيها دلالة قوية في الآيات. ما هي الآيات التي تدل على أن محادة رسول الله بإيذائه؟
أو محادة رسول الله بإذائه كفر. الوعيد، أين الوعيد؟ أحسن، في آية أقوى من ذلك وأصرح في الدلالة، صح؟ أحسن، الوعيد الشديد بنار جهنم وأن العذاب الأليم فيه الخلود، وهذا الخلود لا يكون إلا بالكفر. في آية أيضا صريحة جدا في هذه المسألة، الآية موجهة للإخوة جميعا، قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول الأخ الكريم هذه الآية دلالة واضحة جدا على كفر من حد الله ورسوله، يعني كفر من حد الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، الله أكبر يا ابني، أنت ما ينفعش تكون من العوام يا ابني. من العام الماضي أنا أقول لك ذلك، هذا فتح من الله. نعم، نفي الإيمان، وجه الدلالة نفي الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني ليس في قلوبهم إيمان من يود من حد الله ورسوله. هذا الدلالة على أن من حد رسول الله كفر. لما؟ لأنه نفى الله عنه الإيمان. الآية الأصرح من ذلك على أن محدث الله ورسوله كفر، يعني هذه آية صريحة. في آية أصرح من هذه أيضا في نفس السورة. أحسنت. نعم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك، أكملوا، في الأذلين، ولا يكون في الأذلين ولا في الدرك الأسفل إلا من كبر. يبقى هذه دلالة على أن المحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق صاحبها أن يكون في الأذلين بكفره بذلك. ولذلك قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك بالصدقات فنعطوا منها رضوا. هذه أيضا من الآيات التي تدل على كفر من حاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنف آخر، الصنف الثالث هذا ولا الصنف الرابع، صنف في الدلالة من الآيات أيضا، منها أن الله بيّن أن من يؤذي رسول الله فهو من المنافقين. من يؤذي رسول الله فهو من المنافقين، والنفاق دلالة على إيش؟ على الإيمان في الباطن، صح؟ لا، النفاق هنا نفاق اعتقادي، يبقى يدل على الكفر في القلب أو الكفر في الباطن. والذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر ظاهرا وباطنا. من هذه الآيات سياق الآيات: ومنهم من يلمزك بالصدقات. كان الكلام والحديث في السياق سباقا ولحاقا عن منافقين، وكأن الله يقول: سأجري لكم من صفات المنافقين أنهم يلمزونك في الصدقات فنعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، يسخطون عليك ويتكلمون عليك في مغيبك لما لأنك لم تعطيهم، لأنهم من المنافقين. فالسياق في هذه الآيات في قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات في المنافقين، فدل على أن الذي يلمز رسول الله، واللمز معناه، اللمز معناه مش إشارة، اللمز معناه الطعن، الطعن، كأنهم يقولون: يمسك يده، يبخل علينا، يطعن في رسول الله، يعني يلمزك بالصدقات، يطعن فيك بالصدقات. فالطعن هذا من صفات المنافقين، والمنافق نفاق اعتقادي فهو كافر يخرج من الملة. أيضا حد القتل، وسنسرد بعض الآيات الدلالة على قتل المنافقين، لكن مش في كل الأحوال. إذن قولهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات، تدل على النفاق. أيضا التحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، يعني الآية التي صدرنا بها الباب أيضا ممكن نستدل بها هنا، بقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدة. فهؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت، وإذا قلت لهم تعالوا إلى رسول الله أعرضوا، كما بين الله في السورة الأخرى أعرضوا، إذا هم يعرضون، فهذه دلالة على النفاق في القلب، والنفاق في القلب يكون كفرا ويخرج من الملة. وأيضا هذا الحكم، وأيضا حده القتل، ودليل الحد في المنافق أنه يقتل، لكن ليس في كل الأحوال. قول الله تعالى دليل أن حد المنافق القتل، أقرب لكم المسافة، إذا تحزبوا على رسول الله فليس لهم كرامة بحال من الأحوال. أنا قربت المسافة لكن مغلفة، لأن لو صرحت الآية حتجيني على طول، أو ممكن أيضا أكون أنا أحسنت الظن وما أجد الآية في سورة الأحزاب. أنا قلت تحزبوا، اللي يعرف الأخ أن الكلام في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب ده على غير المتوقع بقى الآن. ليس أين أنت؟ أحسنت. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذه آية صريحة جدا في أن المنافق الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يلمز أو يغمز رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر، لأن الله بيّن أنهم في نار جهنم خالدين فيها. وحده القتل لقول الله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فحدهم القتل. هذا من كتاب الله جل في علاه. هذه أقسام ثلاثة من الآيات بإيجاز التي تثبت أن المسلم الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يكفر بذلك وتعتبر ردة وحده القتل. أما من السنة نقولنا كتاب وسنة وإجماع وأيضا نظر. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الكتاب والسنة فقط. أما من السنة فأحاديث كثيرة، منها أولا بالتصريح حديث الصحيح لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فجاء الرجل غائر العينين فقال يا محمد اعدل، فقام عمر بن الخطاب، أنا الحديث سأسرده، سأسرد الحديث، فأريد أخ يأتيني بوجه الشاه ثم وجه الدلالة. قال يا محمد اعدل، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا الحديث في دلالة على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك وحده القتل. أريد وجه الشاهد ووجه الدلالة. إخوة الأفاضل أحسنت، كيف وين وجه الدلالة أن ده كفر؟ أحسنت، هو الآن لمز للرسول صلى الله عليه وسلم. اعدل يا محمد، كان يقول لست عادل، لست بحكم من عدل، وأعوذ بالله وحاشا لله حاشا. ولذلك السلام قال ويحك، وفي رواية قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وفي رواية قال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل أنا، وأيضا في رواية ثالثة ستأتي أنه قال إذا لن يعدل أحد، إن لم يعدل رسول الله من يعدل بعده، لن يعدل أحد. فهذا غمز في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة أنه إذا قال اعدل يبقى غمز رسول الله أنه ليس بحكم عدل، وهذا الغمز يدل على كفره أو يدل على نفاقه بدليل أنه قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. طب وين وجه الدلالة على أن هذا الحد مع أنه لم يقتله؟ ما قتله؟ عندكم رواية أنه قتله؟ ما قتله، إذن لا إقرار. فين وجه الدلالة أنت؟ أي نعم صلى الله عليه وسلم أحسن لا فض فوق. لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمنافق، اتق الله يا عمر لا تقل هذا. قال ذلك حاشا لله، خطأ، ما قال ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في الرواية الأخرى لما قام خالد وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لعله إيش يصلي، قال إنه يعني يفعل ذلك رياء، فقال ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. لكن الدلالة الواضحة عندنا في هذا الحديث أن عمر لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق أقره النبي ولم ينكر عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بقتله لعلة أخرى، وهذه التي ستكون بإذن الله في شرح الكلام على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول هل يمكن أن يعفى عنه بعد التوبة أم لا، ويقتل ولا لا يقتل، هذه إن شاء الله سنبين تفصيلا بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وله أن يعفو عنه لأن الحق حق الرسول، فعفى وأسقط حقه، وهذه لا تكون أبدا إلا في حياة النبي. ائتونا بواحد يخلف النبي ويقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجد بحال من الأحوال. فالعفو في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا، لما؟ لمصلحة أعظم من قتله، هو قتل شخص واحد، لكن المصلحة الأعظم من قتله هو إيش؟ عدم تنفير الناس من الدخول في الإسلام أفواجا. ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فننفرهم من أن يدخلوا في دين الله أفواجا. أيضا من السنة التي تدل على أن سب رسول صلى الله عليه وسلم أو الذي يؤذي رسول صلى الله عليه وسلم بالتنقص من قدره ومقامه يكفر وحده الكفر، في غزوة حنين، وهذا حديث في ضعف. غزوة حنين أيضا قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه قال له أنت لا أحسنت ولا أجملت، وفي رواية قال ولا عدلت، يعني لا عدلت في قسمة الغنائم. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لأنه وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه واضحة الدلالة، وأنا لم أرتبها أولا لما لضعف الحديث فجئنا به استئناسا. أيضا من الدلالة من السنة قصة ابن أبي الصرح، وهذا قصته عجيبة. ابن أبي الصرح تعرفون قصته؟ ابن أبي الصرح قريب لعثمان بن عفان، كان قد أسلم وكان كاتبا للوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان السلام ينزل عليه القرآن إيش شيخ سالم على إيش، على كم حرف؟ سبعة، وهي عشرة، العشرة دي متواترة أيضا صح، على سبعة أحرف. فكان يقول له اكتب تبينه، ويأتي في الآية الأخرى قلت تثبته، يتقرأ تبينه وتقرأ تثبته، واكتب سميعا عليما، اكتب سميعا بصيرا. فكان يكتب ذلك، وهو بعدما يكتب هذا يعني ما يزيد، كان يكتبه ويكتب هذه الكتابة، ثم بعد ذلك ارتد عن دين الله جل في علاه، نعوذ بالله من القسلان. بعدما ارتد قال والله لا يدري محمد ما أكتب، أنا الذي أكتب له هذا، فأدخل على الآيات ما لا يعرفه
محمد، فكان يكتب مثلا سميعا عليما، يكتب سميعا بصيرا عليما، إلى الآثار التي أظهرت أنه كان يدخل بعض الآيات، أهو زعم لقريش أن محمدا لا يدري ما يقول، وكنت أدخل له فيدخل عليه، كأنه يتلقن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقن، نعوذ بالله، حاشا الله، وهذا انتقاص من قدر إيش رسول الله. لكن كيف يكون هذا انتقاصا من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول كنت أكتب له، يعني الآيات هذه التي تتلونها أنا الذي كتبتها لمحمد، هذا فيه انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، ما لكم نائمون، من ثلاثة وجوه. نعم، الوجه الأول أحسنت، هذا يكون تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يقول أنا الذي أكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكتب والله ما يخرج إلا الحق والصدق، وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكان سلم ينتظر الوحي في كل استكناته وحركاته وكلماته، فمعنى أنه يقول أنا أدخل عليه أو أكتب عليه ويطلع على الناس ما أدخلته عليه، دي دلالة على أنه إيش ليس بوحي، ويبقى إذن هذا فيه تعريض بتكذيب رسول الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، حاشا لله أو حاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. الوجه الثاني التشكيك في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول هو يهرب بما لا يعرف، حاشا لله، كأنه إذا جاءه الوحي لا يضبطه، فكان الثاني يكمل له، الثالث نعم يستلزم من ذلك نفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة وجوه فيها منقصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أهدر النبي دمه، هذه صريحة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بقتله، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأمي، لما دخل مكة وعلى رأس المغفر أمر بقتل من؟ ابن أبي الصرح، لكن ابن أبي الصرح كان ذكيا وذهب إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه، كان قريبا له، فجاء عثمان يشفع، انظروا إلى هذه القصة الرائعة التي تبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدر دم أحد لا يرجع فيه، ومع ذلك وفاءه يمنعه من أن يقتل. دخل عثمان يشفع لمن؟ لابن أبي الصرح، ويقول بايع ابن أخيك أو بايع ابن عمك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ما يريد المبايعة، ويقف عثمان فيلح على رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عن ابن أبي الصرح ولا يريد أن يبايعه. لما؟ لأن في منقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لشرع الله جل في علاه، هدم لدين الإسلام كلية. نحن نقول الآن، يعني هذا من باب أولى، نقول الآن الغيبة على العلماء والغيبة على طلبة العلم الذين يرفعون شعار الدين وينشرونه بين الناس، الغيبة فيهم أشد بكثير من الغيبة في عوام الناس. لما؟ لأن الغيبة في العلماء معناه أن تسقط قدر العلماء بين العامة فيسقط الشرع بذلك، لأنهم حملة الشرع، فما بالكم بالذي أتى بالشرع نفسه، فإن الانتقاص من قدره انتقاص من كلية الشرع، فلذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع ابن أبي الصرح، حتى يعني ألح عليه عثمان، وجاء ابن أبي الصرح فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما بايعه عاتب الصحابة الكرام، قال أما كان فيكم رجل رشيد، أما رأيتم أني أمتنع عن مبايعته، أما قام أحدكم فليقتله، فانظروا لدرجة إيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله جل في علاه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما أراد أن يرحم ابن أبي الصرح وأراد قتله، لكن لما لم يفقه الصحابة، لأن هذا قد كتب في اللوح المحفوظ وقد قدر الله كونا أن يعفى عن ابن أبي الصرح لعل في قلبه من الإيمان من شيء، فقبله الله جل في علاه، وما استفاق أحد من الصحابة فقام فقتله، ولذلك عاتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلهجة شديدة، قال أما كان فيكم من رجل رشيد يقوم فيقتله، عندما رآني لا أبايعه قالوا يا رسول الله لو هذه الأقوى، لو أشرت لنا، يعني غمست بعينيك، فقال ما كان لنبي أن تكون له هذه أمانة، ليست بعدها أمانة لهؤلاء المغفلين الذين يقدحون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما كان الرسول أن تكون له من خائنة أعين. وابن أبي الصرح أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لما؟ لأنه انتقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان الله قد قدر كونا أن يحيى هذا الرجل على الإسلام ويموت على الإسلام، فالحمد لله الذي أنجاه الله من نار جهنم. أيضا من هذه الأحاديث قصة ابن خطل، وقصة ابن خطل هذه قصة رائعة جدا تثبت لك أنه لا هوادة بحال من الأحوال مع من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن خطل كان مسلما، ومر في الصحراء مع صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم إبل الصدقة، بعثاه من يسلم، فأمر الصاحب من ابن خطل لأنه كان من وجهاء مكة، أمره أن يصنع له طعاما، فأبى، هو مش شغال عنده صحيح ولا لا، وليس يعني عنده عبدا ولا أسيرا، فأبى أن يصنع له طعاما، فماذا كانت النتيجة؟ قام فقتله، قتل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ إبل الصدقة فخشي على نفسي، قال محمد لن يتركني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فرحل فرجع إلى مكة وارتد
ثم بعد ذلك أخذ يهجو رسول الله وينتقص من قدر رسول الله، واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغنيان بالسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر بقتله. أولا سامحوني أستوقفكم عند حديث ابن أبي الصرح، هل ده فيه دلالة صريحة على المسلم؟ نحن تكلمنا أولا على المرتد صح، وعلى الكافر اللي له عهد، هل ابن أبي الصرح يدخل في الدلالة على الكلام على المسلم؟ نحن الآن بصدد الكلام على المسلم، دي عايز واحد يغوص، أما من غواص أريد غواصا. السؤال الثاني، هل يصح هذا الحديث أن يدلل به على مسألة المسلم؟ وهل قتله الذي أمر به النبي صلى الله للردة ولا لا؟ يعني أمر سلم بقتل ابن أبي الصرح لردته، فإن كان لردته فهل يكون دليلا على أن الذي يسب النبي صلى الله يقتل أم شيء فوق ذلك؟ ابن أبي الصرح كان مسلما وتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتد وتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل الخطاب في هذه المسألة، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر قتل النبي صلى الله عليه وسلم له، هل للردة أم لشيء فوق الردة؟ بس الإجابة عندكم بقى. ابن خطل ارتد وكان أحرى بنا أن نأتي على الكلام على هذا الحديث في إيش؟ في الكلام على المرتد. لكن هنا ابن خطل لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب وعلم أنه دخل مكة فتعلق بأستار الكعبة، وهذه يعني تكون بدليل إشارة على الإسلام، فدخل فتعلق بأستار الكعبة، فقالوا لرسول الله إنه تعلق بأستار الكعبة. لما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تعلق بأستار الكعبة قبل أن يقتلوه؟ حرمة القتل في الحرم، حرمة القتل عموما في الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتموه قد تعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. فقاموا فقتلوه. وجه الدلالة من هذا الحديث مع أنه كان مسلم مرتد، فنحن نقول هو ردته يمكن من مقاصد الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسامح معه ويعرض عليه التوبة، لأن من مقاصد الشريعة يتشوف الإسلام لإيش؟ الإسلام الكافر. إن كان الإسلام متشوفا لإسلام الكافر فابن خطل إن ارتد بقتل المسلم أو رجع عن دينه فالإسلام متشوف أيضا لإيش؟ لإسلامه. ومع ذلك السلام لم يعطيه هذه الفرصة وقتله تغليظا عليه. لما؟ لأنه انتقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسبب الرئيسي الذي جعل السلام يأمر بقتل ابن خطل مع التجرؤ على إيش؟ التجرؤ من الصحابة على القتل في الحرم، لأن القتل في الحرم ممنوع، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين في فتح مكة أنه ما أحيل له إلا ساعة واحدة من النهار، ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلق بأستار الكعبة فاقتلوه، لعظم الجرم أنه قد أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث كثيرة جدا يعني أيضا تبين لنا حكم وحد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين. نكتفي بهذا القدر حتى لا نوسع باب الأدلة.